القانوني صح التعبير يدور حول مدى شرعية ودستورية القوانين. على هذه المعلومات القيمة التي عرج من خلالها على دور يجرم الاتجار بالبشر تشديد الحكم. لاحظنا بأن المجابهة والحماية لم تكن شاملة. سوف نبحث هذا الموضوع من خلال محورين. اليوم تنعقد الأعمال هذه الورشة في إطار تسليط الضوء على آثار وتداعيات جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في إطار حماية حقوق الإنسان وسبل وآليات مجابهة هذه الظاهرة المتنامية والناشئة في ليبيا نتيجة طبعا للانفلات الأمني وعدم الضبط والسيطرة على الحدود الجنوبية لليبيا، أيضا جراء هشاشة الوضع الأمني والانفلات الأمني الذي استغلته شبكات الجريمة والجريمة المنظمة لارتكاب هذه الجرائم على الأراضي الليبية، مما أدى إلى طبعا تصاعد مؤشرات هذه الظاهرة والتي تستدعي منا العمل على تسليط الضوء عليها وتقديم الآراء والتوصيات والمقترحات والحلول العملية التي تسهم في القضاء على جريمة ارتجاب البشر وشبكات تهريب المهاجرين وارتجاب البشر، والتي هي معروفة هي شبكات جريمة عابرة للحدود ولا تنحصر في بلد محدد، وأيضا سبل وآليات وقف تدفقات الهجرة، لأن هذه الجريمة هي مرتبطة ارتباط مباشر بتهريب المهاجرين والاتجار بهم. ما راهي اعتنى بها المشرع سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، وإن كنت أنا نتقاطع معه في ضوء قانون العقوبات مواد 418 419 420 تشريعي لمجال جريمة ارتجاب البشر، وإذا كان إيجابي نعم. لذلك نفهم المقدمات والمصطلحات كما هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. هي قانونية لمن يقوم بالتبليغ وأن نخلق مناخ عام. ستكون لي مشاركة بورقة حول دور المجتمع المدني في مجابهة جريمة الاتجار بالبشر. سنركز فيها الضوء على الدور الهام للمجتمع المدني في متابعة كل القضايا المجتمعية والظواهر التي فشد البلد، وهذا يأتي في إطار العلاقة التكاملية ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، ونتمنى أن هذه العلاقة دائما تكون متوازنة وأن تعمل المؤسسات الرسمية على التعاون بشكل أكثر أريحية وأكثر انفتاح مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في معالجة ومتابعة الظواهر والقضايا الاجتماعية وغيرها. المحيي جهود السادة الباحثين والخبراء والحقوق والجهة الداعية. كانت في كل مؤسسات الدولة لمعازرة هذا طبعاً هذه الأصدار أن النائب العام مشكوراً حقيقة، وهذا الكلام ليس إطلاعا للنائب العام ولكن مجموعة وشتان ما بين هذه المصطلحات. فنشكر السيد الدكتور مهدي وعلى ذلك سند أحباب النقاش فيما يتعلق بهذا المحور بهذا الملاحظات مع الحقوق الإنسان، لأن في بعض من المصطلحات رغم حدتها يعتبرونها تعيش في البلاد. ما لا بد من جريمة دروات العرض في فبراير 2011 حيث قال الحادث.